مرة كنت مع سيادة اللواء وكنت بسأله سؤال عابر كده من الأسئلة اللي أنا يعني بزعجه بيها، فقال لي لا ده الكلام ده يعني هو يعني درسه في رسالة الدكتوراه، وقال لي تفاصيل محترمة جدا. قلت له لا سيادة اللواء الكلام ده ما ينفعش يكون بيني وبين حضرتك كده، لابد إن احنا نطلع بيه على الشاشة علشان مشاهدينا الكرام كمان يكونوا على علم بإيه اللي بيحصل. وكانت الفكرة الأساسية إنه كتير من اللي بيحصل على الأرض وإحنا بنتابعه هو جزء من تنافس كبير، صراع كبير، مش مجرد أحداث صغيرة إحنا مشغولين بإيه ده وليه ده وعمل، لا هو إيه بقى؟ ايه الفكرة العامة؟ فالفكرة العامة دي طلعت التنافس الدولي بين القوى الكبرى على النفوذ في العالم، وزي ما قلت لحضراتكم ده جزء من رسالة دكتوراه سيادة اللواء. فعلشان كده حنا هستأذنه ان هو يشرح لنا ايه الفكرة دي. سيادة اللواء فضل فندم. اهلا بيك فندم مرة تانية. شكرا جزيلا اولا طبعا. ربنا يخليك. خلينا نستعرض على خريطة مهمة جدا، ان احنا عندنا في خمس مستويات، بس هنتكلم عن ثلاث مستويات اللي هو الخارجي اللي هو العالمي او الدولي، وعندنا الاقليمي، وعندنا اللي هو شبه الاقليمي يعني داخل اقليم واحد. بس هنتكلم عن الدولي والاقليمي. عندنا في الولايات المتحده، شوف مكانها. أيوة. عندنا روسيا، عندنا الصين، ولا ننسى شيء. اذا كان المحيط الاطلسي فاصل ما بين الولايات المتحده واوروبا بالضبط، فهناك المحيط الهادي الذي يربط من الجهه الاخرى، المحيط الهادي يربط روسيا بامريكا من الناحيه الثانيه، خلاص الكره الارض الكرويه يعني. تمام. لكن احنا ليه اخترنا هذا المكان؟ عشان يبان المستويين اللي حضرتك عليهم اللي هو الدولي والاقليمي في نقطه معينه. الشريحه التي تليها بعد اذنك، امريكا وهي هذا البعد في استراتيجيه خاصه اللي بعده شباب اسمها الاوف شور بالانسنج. ايوه ايه بقى ده؟ الاوف شور بالانسنج مبنيه على الاوف شور اللي هي ما وراء البحر. ما وراء البحر كان ترجمها كده، مبنيه على بعدين اساسيين. البعد الاول جار السوق، خلينا نسميها كده جار السوق. جار السوق جار السو اللي في مصر جار السو يعني بمعنى اذا كان قلنا ان في الأزرق هو الولايات المتحدة والأحمر هو الصين وروسيا، والأزرق أيضا هو أوروبا وحكا أوروبا بالكامل وبعض الحلفاء زي اللي دول هيبان دلوقتي اللي هو في شرق آسيا. يعني عندنا اليابان، الصين، تايوان في الأساس، عندنا دول أوروبا في معظمها تقريبا شرقا وغربا، والذي منها حلف الناتو بالتأكيد. طبعا عندنا الأحمر بنلاقي في إيران في الأساس في الشرق الأوسط، وفي أيضا كيوبا وفنزويلا ما زالوا، كان في قبل كده بوليفيا ودول أخرى في أمريكا. كان حركة تقول كيوبا، فنزويلا، إيران، كوريا الشمالية هما أقرب للصين وروسيا حاجه بالمعنى ده بالظبط كده. هم ده يعني نفس الايديولوجيه، لان التنافس في الاساس اساسا ايديولوجي. أيوة. في الاساس ثم يرتبط بيه التنافس الاقتصادي والعسكري. بنلاقي الاتي، امريكا بدات تفكر انا من مكاني لا يمكن ان انتهج العقيده السياسيه كما تعلمناها مع حضرتك وزملائك اللي هي الانعزالية، فلا بد من التداخل التداخلية. فإذا بدأ يفكر في جزئيتين كور الزرقاء في أوروبا، الشريحة القادمة لو سمحت، في أوروبا ومحيطها، الشريحة التالية بعد إذنك، وفي شرق آسيا تحديدا. ليه أنا اخترت؟ احنا عندنا 15 إقليم في العالم، ليه اختيار شرق آسيا وليه أوروبا؟ لأنهم القلعتين الصناعيتين الأساسيتين في العالم. عندنا الهند، عندنا دول جنوب شرق آسيا، لكن أهم قلعتين فيهم حجم اختراعات وإبداع وابتكار في العالم هي قلعة أوروبا ودول شرق آسيا. القلعتين دول بلاقي في نقطة مهمة جدا، لا يمكن يشتغلوا إلا بمصادر طاقة، وعندنا مصادر طاقة مختلفة، وعندنا حتى في مصادر طاقة في أوروبا زي النرويج وخلافها. صح. لكن البترول دول الخليج العربي تمثل رأس المثلث للقاعدة الأعلى، القاعدة في الأعلى اللي هي دولتين القلاع الصناعية. كأن البعد التاني دول الخليج هي القلب اللي بيضخ دم الاقتصاد المعظم العالم. المعظم هذا خاصة لشرق آسيا، خاصة لشرق آسيا، مفيش بترول هنا. هذا الأسلوب لو أنا قادر من خلالي، سواء بغض النظر الأوبك والأوبك بلس هنا، إن أنا كده أسيطر على، لأن أنا حتى لو كانت أوروبا وشرق آسيا حلفاء على أرضية واحدة أمنيا، ولكنهم منافسين اقتصاديين للولايات المتحدة. صح. نرجع بقى للبعد الأولاني وهو جار السوق. أمريكا دايما دايما هي صاحبة هذه الفكرة في الأساس، إن أنا إزاي أزعجك بحلفائي في منطقتك، سواء في شرق أوروبا الذين أصبحوا جزء من الناتو والاتحاد الأوروبي. أيوة. وكانوا جزء من حلف وارسو والاتحاد السوفيتي بعضهم على الأقل، و
من هم موجودين في بحر الصين الجنوبي تحديدا وهم قلعة صناعية كلاهما حضرتك لا تنسى. بدأت روسيا تفكر كمان بنفس الأسلوب من فترة خليج الخنازير وتعيدها في الفترة الحالية. هو ده الفكرة، إن أنا هسلح، أنا كبوتين هبتدي أسلح حلفائي سواء في فنائك الخلفي. ولذلك نجد أنه اعتبر من النهاردة وحتى يوم 17 يونيو ستصل الغواصة النووية، لا تحمل أسلحة نووية بس نووية، هي غواصة بالطاقة النووية، بالطاقة النووية إلى كيوبا تحديدا، ومعها ثلاث قطع بحرية أخرى من إنقاذ ونقل الجند وفرقات وما إلى ذلك. وهو لا يمثل تهديد بالمعنى الحقيقي، ولكن رسالة الإزعاج، والذي قد يزيد أكثر تهديد يزعج الولايات المتحدة في فكرة التوازن عبر البحار داخل 15 إقليم بآلية أمريكية، هو كثرة النزاعات ولو داخل الدولة الواحدة أو بين الدول الجوار في صراع. طب أنا هقول لحضرتك أنا فهمت إيه وحضرتك تقول لي صح يا غلط. حضرتك عايز تقول لي أمريكا داخلة في تحالف مع أوروبا، سواء حلف النيتو والكلام ده، وتحالفات في جنوب شرق في شرق آسيا، في شرق آسيا وبعض مع اليابان ومع كوريا ومع تايوان، وبكده بتزعج الصين. تمام، فرد عليها روسيا والصين بان هم قريبين من بعض بتحالفات مع ايران ومع كوبا وفنزويلا. ليست تحالفات، ايه بقى هتسميها ايه؟ روسيا هي التي تحاول ان تسعى للتحالفات، الصين ليست دوله تحالفات. دي الصين دوله شراكات سيلكتيف اختياريه، لا تتحالف مع اي دوله، هذا من نظامها، بتعتبر التحالفات عداء. القيم الاستراتيجيه الغربيه اللي هي الاستراتيجيك فاليوز في اي استراتيجيه امن قومي، ايوه، في سواء لامريكا او لاي دوله غربيه حتى اليابان، من اهم اللي هي اللي احنا بنقول عليها الديمقراطيه وحقوق الانسان والحريات، أيوة، وبند التحالفات ومن ضمن القيم الاستراتيجية. الصين تعتبر هذا البند استفزازي لأنه يخلق عداء بتحالف مضاد، فعشان دي نقطة مهمة جدا. التحالف يعني، وده الجزء اللي بيخلي روسيا والصين مش على وفاق 100%، يعني في اتفاقات وأشياء أخرى، وأشياء أخرى. ليه بقى؟ أيوة. برضو المنظومة التحالفات الغربية تبنى أساسا على المصالح المشتركة، ويعني يلي التهديد المشترك. منظومة التقابل، خليني أسميها التقابل أو التشارك الشرقي، المعسكر الشرقي مبني أساسا على التهديد المشترك، صعب أن يبنى على المصلحة المشتركة، لذلك لا يستديم، ليس لها عمرا طويلا. هي دي المشكلة أو التحدي الرئيسي للمعسكر الشرقي، عدم التحالف على المصلحة المشتركة بل التحالف على التهديد المشترك الذي بزواله ليس تحالف كما ذكرت، يزول هذا التجمع. أما لذلك بقى تحالفات، ده في كم تحالفات داخل أوروبا وخارجها مع الولايات المتحدة وخارجها كبيرة للغاية، مسميات تحالف عبر الأطلسي وتحالف الاتحاد الأوروبي وهكذا. فهي دي الفكرة المبنية على، ودي المشكلة التي تقابل الجانب الشرقي. ولذلك لما نجد زيارة لبوتين لكوريا الشمالية ومحاولة اتجاه الفلبين، ليس فقط للأسلحة ولكن أريد أن أبني تحالف. لذلك أنا لا أستغرب لما أجد كيم يونغ أون لما قال إيه رفيق السلاح، كوريا الشمالية رفيقة السلاح لروسيا حليفا. ما أنا بقى عايز أسألحك في التفاصيل النقطة ديت، لأن دي مرعبة شوية، ده يعني الرجل بتوع كوريا الشمالية ده عنده حساباته الخاصة. أنا بشكرك جدا على يعني على الخريطة وعلى المجهود اللي وراه، على الفكرة كمان، وغالبا يعني هنرجع للخريطة دي مرات ومرات بعد من كده في كل مرة، لأن الموضوع ما بقاش قصر على أوكرانيا، لا ده فيه ممكن نتكلم عن روسيا والصين فيما بعد، وصح يفكرون على الأقل كما نرون يعني. تمام.